استاذ عمار صباح النور. صباح الخير لك امين ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا بك. اذا في البدايه، كيف ترى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لكي تخدم توجه العلامات التجاريه خلال عام 2020؟ صحيح، يمكن السنوات الماضيه بذلت قنوات التواصل الاجتماعي وقت طويل ان هي تعزز الثقه في محتواها وايضا استخدامها. بعض منصات التواصل الاجتماعي تكمل السنه 14 على التوالي من تواجدها على الانترنت. هناك منصات اختفت وهناك منصات لا زالت تثبت جدارتها بالتفاعل مع الجمهور. يمكن العلامات التجارية أخذت وقت طويل في بناء المحتوى القصصي ومشاركة الثقة مع الجمهور، لكن سنلاحظ في سنة 2020 وضع مختلف، أن العلامات التجارية راح تركز على المنصات المغلقة وأيضا الاستفادة من الأتمتة، وهي عملية الرد المباشر الآلي من قبل الروبوتات أو ما يسمى بالبوت الآلي. بناء الثقة راح يتم عن طريق مثلا الرسائل الخاصة وأيضا التفاعل مع الجمهور من خلال توجيه بعض الرسائل. على سبيل المثال، علامة تجارية ظهرت مثلا ملابس باللون الأبيض والأسود، نشوف أن في ناس راح تأيد اللون الأبيض، فالعلامة التجارية راح ترد عليهم تقول لهم مثلا شكرا لاختياركم اللون الابيض، بما ان انت تفاعلت معنا راح تحصل خصم 10%، هل هالشيء يعجبك مثلا؟ فشوف الشخص يرد عليه يقول والله صراحه يعني 10% قليله مثلا في حقي، فينتقلون للمحادثه بالخاص ويصير هناك نوع من عمليه ترضيه الجمهور بشكل عام. سابقا كان كل ما يتم على منصات التواصل الاجتماعي منشور للعلن، الان العلامات التجاريه تلجا الى المنصات المغلقة والمحادثات المغلقة. لذلك على العلامات التجارية في هذه السنة أن تكون عندها استراتيجية في معرفة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أفضل والاستفادة من المنصات المغلقة وتكوين حوار جيد بينها وبين الأشخاص اللي يتفاعلون معها والاستفادة من الإعلام الاجتماعي في وقت الأزمات، لأن يمكن الجمهور اليوم يغضب فجأة فيتحول المديح إلى ذم أو الحملة الإيجابية إلى حملة سلبية. صحيح. ويعني هل هناك تأثير من منصات التواصل الاجتماعي خلال هذا العام على مستوى الوظائف؟ صحيح، الوظائف يمكن جيل الألفية هو الجيل الأكبر اليوم اللي يشتغل في مجال العمل. صحيح. وهذا الجيل يمكن غير متفائل في مجال التوظيف، لكن اليوم المؤسسات تعمل على تحسين فرص زيادة الثقة مع الموظفين. لذلك نشوف بعض المنصات اليوم تلجأ إلى محتوى قصصي فيها صور الموظفين وفيها قصص النجاح للمؤسسات كنوع من الرضا أن ترى أنت كموظف أو موظفة موجودين اليوم في قصة نجاح المؤسسة. أيضا هناك مجموعة من المؤسسات تلجأ إلى الشبكات الاجتماعية المغلقة. على سبيل المثال، فيسبوك اليوم تخصص شبكة خاصة للموظفين بإمكانهم أن يتفاعلون معها ويشاركون قصصهم ومواضيعهم مختلفة تماما عن حساباتهم الشخصية أو الصفحات الرسمية. فنشوف اليوم في تفاعل مش بسيط، ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من العدالة الاجتماعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، تظهر قيم المؤسسة وتظهر محتواها. هذا الشيء راح نشوفه ظاهر في هذا السنة. تحدثنا في سنة 2019 عن أكثر الحاجات اللي كانت متداولة بشكل كبير من خلال على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التطبيقات الجديدة. التطبيق اللي شهدناه بشكل كبير عمار سنة 2019 هو التيك توك، واللي يعني قد يكون في سنة 2020 أيضا أنه باش يلقى رواج أكبر. إلى أي حد ترى أنه انتشاره خلال هذا العام سيكون فعالي أكثر وإيجابي أكثر؟ تطبيق تيك توك هو تطبيق صيني، فبالتالي في عنده قاعدة شعبية كبيرة من الجمهور. هناك تقريبا 800 مليون مستخدم نشط شهريا يتفاعل من خلال منصة تيك توك، إضافة إلى أن هناك تقريبا 37 مليار مشاهدة للفيديوهات شهريا على منصة تيك توك. ليش تيك توك اليوم قاعد يتربع منصة التطبيقات والمنصات الاجتماعية؟ لأن هناك اهتمام من الشركة في الاهتمام بشيء احنا نسميه دمج الثقافة مع التقنية. بشكل عام إذا فتحت تيك توك في أي دولة معينة راح تشوف
محتوى منتشر في هذه الدولة، وفي الغالب راح يكون المحتوى منتشر في ثقافة المجتمع اللي أنت تعيش فيه أو اللي فتحت فيه التطبيق. إضافة لذلك، الشركة الآن قاعدة تشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات يظهر فيها المحتوى بما يناسب المستخدم، وهذا الشيء يمكن كل الشبكات الاجتماعية قاعدة تسعى له، لكن تيك توك التقدم الموجود معه جدا سريع. إضافة إلى أن الشركة تنوه أن التطبيق ليس لتقليد الأغاني أو مثلا الرقصات أو غيرها، التطبيق الآن يلجأ إلى نوع من نشر الثقافة. لهالسبب نشوف أن تيك توك في سنة 2019 تغلب على سناب شات، تغلب على انستغرام من أكثر التطبيقات تنزيلا تقريبا طوال السنة. إذا كان الشخص اليوم وده أن ينتشر على تيك توك، لازم يستخدم قوالب مختلفة من الفيديو، وتكون عنده استراتيجية لاستخدام تيك توك في علامته التجارية أو للأشخاص بشكل عام، لأن هذه المنصة أنا أتوقع أن لها نجاح كبير، بما أن هذا الأرقام الضخمة اللي تكلمنا عنها قاعد تنمو شيئا فشيئا. ذكرت أستاذ عمار أنه عديد من الشركات توجهوا إلى التطبيق التيك توك، كما أيضا بالأساس موجودين تقريبا على كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما يقومون بحملات تسويق، وحملات التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي صارت تحظى بنصيب أكثر وأوفر من التسويق الكلاسيكي أو اللي كان موجود في السنوات الماضية. هل التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي هو يعتبر متوافق مع توجهات التسويق بشكل عام؟ الإجابة أكيد راح تكون صادمة لنا جميعا، لأن ما حملته مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة السابقة هي بعنوان عدم الرضا وعدم الثقة. اليوم كان أكثر استثمار موجود في منصات التواصل الاجتماعي هي عدم الثقة في المشاهير، مشاهير التواصل الاجتماعي، لأن كان عندهم مبالغة في عرض المنتجات أو السلع أو حتى الخدمات. والجانب الثاني هو عدم الثقة في الشبكات الاجتماعية. فضيحة فيسبوك اللي مرت علينا خلال السنوات الماضية، وأيضا التسريبات اللي تمت من خلال مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي، أعطت يمكن أن التسويق الرقمي أو الإعلام الاجتماعي في مسار والتسويق مسار ثاني، ما صار في هناك نوع من الالتقاء. أيضا الإعلام الاجتماعي يأخذ وقت طويل في زرع الوعي والثقة وزيادة الأرباح. لهالسبب احنا في هذه السنه نحتاج ان احنا نجمع خبراء التسويق والتواصل الاجتماعي مع بعض، وما يسمى هناك بالقمع التسويقي، انه لازم يكون هناك نوع من دمج التسويق التقليدي مع التسويق الرقمي، حتى يكون هناك نوع من التفاعل بيننا وبين الاشخاص. لن نتوقع نتائج سريعه في الاعلام الاجتماعي، لكن يجب ان احنا ايضا نضع ضوابط في استخدام المشاهير في منصات التواصل الاجتماعي، نعرف حدود استخدام المشاهير وايضا ضوابط التعامل معهم، ما هي اذا قلنا حقوقنا كمؤسسات او افراد وحقوق المشاهير، لان هناك في تجاوز كبير. كل شخص الان اصبح مشهور، كل شخص الان يروج هذه السلع، وهذا يأثر بشكل كبير على مفهوم التسويق. صحيح. اذا مستشار ومدرب التسويق الرقمي عمار محمد، كنت معنا مباشره من الدوحه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك عمار. اذا مشاهدينا، كيف يمكن لليوغا ان تغير حياتنا؟ نتابع بعد هذا الفصل.